مرحبا بكل مشاهدينا ومتابعينا يلي عم يحضرونا عبر صفحات أخبار الآن على مواقع التواصل الاجتماعي. في هذا الفيديو معي أنا عفراء الجول للحديث دائما وأبدا عن آخر أخبار الرياضة وعالم كرة القدم. إذا مثل ما تعودنا بهذه الفقرة بنتحدث عن أبرز ما يجري في عالم كرة القدم، أبرز المواضيع وكل ما يتعلق بأخبار الأندية والصحافة والانتقالات والإشاعات وأيضا أخبار اللاعبين ونتائج أبرز المباريات. رح نبلش إذن مع نتائج المباريات التي جرت ضمن نطاق دوري أبطال إفريقيا. طبعا كان عنا مواجهة قوية في ربع نهائي إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا التي جمعت بين الترجي الرياضي التونسي والزمالك المصري، وانتهت بفوز الترجي الرياضي التونسي بهدف نظيف سجله بلال بن ساحة عن طريق ضربة جزاء جاءت في الدقيقة الخامسة، ولكن الزمالك طبعا تأهل إلى نصف النهائي وهو أول المتأهلين بنتيجة المباراتين، لأنه هو فاز في مباراة الذهاب بواقع 3-1، وإذا كانت النتيجة النهائية 3-2 لمصلحة الزمالك. مبروك للزمالك، وياريت تخبرونا عن آرائكم بما يتعلق بهذه المباراة للي ما شارك معنا في اللايف من خلال التعليقات. أما عن المباريات التي رح تجري اليوم، طبعا رح يكون أيضا عنا مباريات كثيرة ضمن نطاق دوري أبطال إفريقيا استكمال لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. إذا ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي رح يستضيف الأهلي المصري، مازيمبي من جمهورية الكونغو رح يستضيف الرجاء الرياضي المغربي، والنجم الساحلي التونسي رح يستضيف الوداد الرياضي المغربي. أما في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم والأسبوع 29، ليفربول رح يستضيف نادي بورنموث، أرسنال رح يستضيف ويست هام يونايتد، ساوثهامبتون رح يستضيف نيوكاسل يونايتد، كريستال بالاس رح يستضيف واتفورد، ولفرهامبتون رح يستضيف برايتون، شيفيلد يونايتد رح يستضيف نوريتش سيتي، وأيضا بيرنلي رح يستضيف توتنهام هوتسبيرز. في نتائج أو في مباريات عفوا الأسبوع 27 من الدوري الإسباني، إيبار رح يستضيف ريال مايوركا، أتلتيكو مدريد رح يستضيف إشبيليا على ملعب الواندا متروبوليتانو، وبرشلونة رح يستضيف ريال سوسيداد على ملعب الكامب نو، أيضا ختافي رح يستضيف سيلتا فيغو. ستلعب مباريات الأسبوع 27 من الدوري الإيطالي، لكن بعضها رح تكون بدون جماهير. تورينو رح يستضيف أودينيزي، جنوا رح يستضيف بارما، أتلانتا رح يستضيف لاتسيو، وسبال رح يستضيف كالياري. أيضا ضمن مباريات الأسبوع 25 من البوندسليغا الألمانية، هرتا برلين رح يستضيف فيردر بريمن، فرايبرغ رح يستضيف يونيون برلين، باير ليفركوزن رح يستضيف اينتراخت فرانكفورت، شالكي رح يستضيف هوفنهايم، فولفسبرغ رح يستضيف لايبزيغ، وفي اقوى مباريات هذا الاسبوع بروسيا مونشنغلادباخ، مونشنغلادباخ رح يستضيف بروسيا دورتموند. اذا اما بما يتعلق الان باخبار الرياضه والانتقالات والاشاعات، وفقا للصحافه الفرنسيه على ما يبدو نادي باريس سان جيرمان لن يمانع العروض المقدمة لضم البرازيلي نيمار، لكنه سيشترط الحصول على مبلغ 180 مليون يورو، ولن يقبل أي تفاوض من أجل تقليل هذا المبلغ. لننتظر ونرى إذا كان نيمار سيبقى في باريس سان جيرمان أم ربما سيعود فتح ملف انتقاله إلى برشلونة مرة أخرى. يا ريت تخبرونا وتشاركونا عن رأيكم بهذا الموضوع بما يتعلق بهذا الموضوع من خلال التعليقات. في خبر آخر، وفقا للصحافة البريطانية نادي مانشستر سيتي سيبدأ مفاوضات تجديد عقد نجمي رحيم ستيرلينغ وكيفن دي بروينا مباشرة بعد مباراة الفريق مع ريال مدريد في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا. اللاعبين سينتهي عقدهم في صيف 2023، والسيتي يريد تحصينهما من مغريات نادي ريال مدريد، خاصة بعد العقوبات الأوروبية التي حلت بمانشستر سيتي بمنع مشاركته في البطولات الأوروبية، وبالتالي منع حرمانه من الشامبيونز ليج لمدة عامين. إذن في خبر آخر، وفقا للصحافة الإنجليزية على ما يبدو تم استدعاء الهيئات الرياضية لحضور اجتماع حكومي
الاثنين المقبل حول خطر فيروس كورونا. وسيشهد هذا الاجتماع مناقشة تنظيم المباريات في إنجلترا خلف أبواب مغلقة إذا تفشى الكورونا بشكل كبير في البلاد. يعني هذا الخبر ربما سنشهد في الأيام القليلة الماضية أنه تلعب مباريات الدوري الإنجليزي من دون حضور جماهيري. لننتظر ونرى القرار بما يتعلق بهذا الشأن. في خبر آخر، وفقا للصحافة الإيطالية، الإيفواري جيريمي بوجا لاعب نادي ساسولو الإيطالي أصبح مطلوب من قبل ناديي برشلونة ونابولي في فترة الانتقالات الأخيرة. هذا اللاعب كان لاعب قديم لنادي تشيلسي، وأيضا كان هناك حديث مؤخرا أنه ربما يرغب نادي تشيلسي في استعادته، وبالتالي رح يصير عنا ثلاثة أندية في الصيف ستتنافس على ضم هذا اللاعب، هي برشلونة ونابولي ونادي تشيلسي الذي يرغب في استرجاع لاعبه. إذن في خبر آخر، وفقا للصحافة الإسبانية، نادي ميلان دخل سباق التعاقد مع دايوت أوباميكانو مدافع نادي لايبزيغ الألماني البالغ من العمر 21 عام، والمطلوب أيضا من قبل كبار الأندية اللي هي ناديي برشلونة وبايرن ميونخ. إذن في خبر آخر، وفقا للصحافة، نادي يوفنتوس على ما يبدو يخطط لإغراء مدرب نادي ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان بتقديم عقد لمدة 3 مواسم وراتب سنوي يبلغ 7 ملايين جنيه استرليني من أجل أن يقتنع زيدان ويذهب لتدريب يوفنتوس في الصيف المقبل. يا ريت تخبرونا عن رأيكم بهذا الموضوع من خلال التعليقات. هل بتعتقدوا أنه ربما سيرحل زيدان عن صفوف النادي الملكي في نهاية الموسم، وخاصة أنه يعني نادي يوفنتوس هو كان لاعب لنادي يوفنتوس وعنده علاقات طيبة مع هذا النادي، وخاصة أيضا أنه ربما موريسيو ساري لن يستمر كمدرب لنادي يوفنتوس؟ يا ريت تخبرونا عن رأيكم من خلال التعليقات. في خبر آخر، وفقا للصحافة، على ما يبدو نادي ريال مدريد جدد اهتمامه بالحصول على الحارس ديخيا حارس مانشستر يونايتد، وينوي تقديم عرض جديد له في الصيف، لكن اليونايتد سيشترط الحصول على مبلغ 70 مليون جنيه استرليني من أجل السماح لديخيا بالرحيل، علما أنه اللاعب يرتبط بعقد مع ناديه حتى صيف 2023. هذا وفقا لكلام الصحافة، ما بنعرف إذا هذا الخبر مؤكد أم لا، لكن ياريت تخبرونا عن رأيكم بالتعليقات. هل باعتقادكم ريال مدريد يحتاج لدخية الآن؟ في خبر آخر، ووفقا للصحافة، المحكمة الرياضية العليا الإسبانية طلبت تقديم الانتخابات على منصب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لتكون قبل انطلاق بطولة أمم أوروبا وأولمبياد طوكيو بسبب رغبتها في حسم اسم رئيس الاتحاد الجديد قبل تقديم ملف تنظيم استضافة كأس العالم 2030 المشترك مع البرتغال. ويترشح لهذا المنصب الإسباني إيكار كاسياس حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، اللي هو المنافس الوحيد للويس روبياليس اللي هو رئيس الاتحاد الإسباني الحالي. في خبر آخر، وفقا للصحافة، نادي يوفنتوس على ما يبدو سيكون مستعد لتقديم عرض بقيمة 100 مليون يورو من أجل إقناع ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان باريس سان جيرمان ببيع مورو إيكاردي في حال إذا قرر باريس سان جيرمان تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب الأرجنتيني. وأيضا وفقا لكلام الصحافة، سيكون يوفنتوس منفتح لإدخال واحد من نجمي بيانيتش أو باولو ديبالا في هذه الصفقة. يعني يوفنتوس وفقا لكلام الصحافة ناوي يعمل المستحيل من أجل الحصول على إيكاردي في الصيف. إذن هيك مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية هذه الفقرة والحصاد الرياضي. أنا بدي أتشكركم على متابعتكم لألي في هذا الفيديو، وأراكم إن شاء الله من خلال فيديوهات البث الحي لصفحة أخبار الآن لاحقا للحديث عن أبرز مباريات اليوم. شكرا على المتابعة، وبتمنى لكم يوم سعيد وإلى اللقاء.